جوزيف ظاهري استراتيجية الأسواق في شركة تكمل ينضم إلينا للحديث أكثر حول ما يجري في أسواق العملات وما الذي يجب أن نتوقعه للفترة القادمة. جوزيف أهلا بك معنا اليوم. الدولار يتخلى عن بعض مكاسب يوم أمس على الرغم من استقرار عوائد السندات اليوم الأمريكية عند أعلى مستوياتها منذ ما قبل الجائحة، كيف ترى الدولار اليوم؟ شكرا حسين على الاستضافة. من دون شك السوق عم يسعر رفع للفوائد صار بشهر مارس تقريبا لخمس رفعات بدل اربع رفعات، وابتدينا نتكلم شوي صغير على رفع ل 50 بيسس بوينت بدل ربع نقطه. فهون بهذه الحاله طبعا كنا عم نشهد بعض الضغوطات الايجابيه على الدولار اندكس، وطبعا ارتفاع العوائد على السندات بشكل وتيره سريعه جدا ووصولها الى 2%، الرقم اللي كنا ذكرناه سابقا انا وياك. هلا بالنسبه لموضوع الدولار الامريكي بده المستثمر يفهم شغله، انه ارتفاع العوائد على السندات نعم رح تضغط بشكل ايجابي على الدولار بترند عام او باتجاه عام، ولكن مش بالضروره نشهد ضغوطات سلبيه على معظم العملات الرئيسيه، لانه طبعا البنوك المركزيه كل بنك مركز عنده سياسه نقديه مختلفه، والان كنا ابتدينا نشهد كمان بعض الريستريكشنز عند بعض الدول عم بتخف، مثل ما سمعنا بوريس جونسون في مارش 24 رح تكون عم تنتهي من موضوع الكوارنتين او الحجر، ورح ابتدينا نشهد اندمك فينا نقول ونهايه لهذه الجائحه، فطبعا هذا الموضوع ممكن ياثر على التعافي الاقتصادي او التعافي على النمو الاقتصادي، ممكن نشهد تالق للعمله اللي للدوله التابعه اللي للريستريكشنز اقل طبعا بشكل او اخر. بالنسبه لموضوع الزيرو كوفيد بوليسي تبع الصين وموضوع السلاسل التوريد، طبعا هذا الموضوع لا يزال قائم وبعده موجود، رح نراقب دوله الصين. كنا شاهدنا تخفيض للفوائد من قبل المصرف الشعبي الصيني، هذا الموضوع ممكن يعمل شوية تقلبات مرتفعة، بدنا نراقب الدولار مقابل اليوان لنشوف تأثيراته وتحركاته على باقي العملات الرئيسية، ولكن بشكل أو آخر الدولار الأمريكي بعده قوي بعض الشيء، ولكن فينا ننبه المستثمرين مش يعني لازم نشهد ضغوطات سلبية لباقي العملات الرئيسية. طيب أشارت إلى أن التغيرات اليوم في توقعات تشديد السياسة النقدية بدأت تأخذ مجراها، يعني اليوم بدأنا العام مع توقعات ثلاث رفعات لمعدلات الفائدة من قبل الفيدرالي هذا العام، تحولت إلى أربعة، البعض يرى ستة وسبعة، كما أشارت أيضا 50 نقطة أساس أصبحت يعني البعض يتوقعها في اجتماع مارس. هل من الممكن أن نشهد الفيدرالي بالفعل يقوم برفع معدلات الفائدة في يعني نص نقطة مئوية مرة واحدة، أم هذه قد تكون صدمة؟ ليس فقط يعني لا أتحدث عن أسواق العملات ولكن أسواق المال. نعم أحسن. هلا إذا بدنا نحارب نحن معدلات التضخم اللي عم نشهدها واللي هي وتيرتها جدا سريعة، من المفترض كنا نشهد أقله ردة فعل أسرع من قبل الفيدرالي، يعني بدل ما نتكلم على ارتفاع ل 50 نقطة مئوية بشهر مارس، خلينا نتكلم على ربع نقطة ولكن بوقت أقرب، ولكن هذا الموضوع مش عم يحصل، يعني بعده الفيدرالي مثل كأنه أخذ الدوفش باث أكثر من الهوكش. كنا سمعنا الرئيس الصيني كمان عم ينبه من رفع الفوائد بسبب النمو الاقتصادي، وطبعا هذا الموضوع ممكن شوي صغير ياخذوه بعين الاعتبار على البنوك المركزيه الاخرى، يعني هلا عم نشهد بريطانيا لازم تعلق الفوائد، بما انه التريجري كوميتي كمان كانت عم تجرب او تحاول تستجوب بنك انجلترا على معدلات التضخم والريتس، وطبعا الجواب كان اليوم واضح بالسي بي اي 5.4% الاعلى يعني هيستوريكلي، فطبعا هون نحن قادمين نعم على تشديد اكثر، ولكن اذا في حال فاجئنا الفيدرالي بعدم رفع 50 نقطة مئوية هون ممكن السوق ياخذ ردة فعل عكسية مفاجئة، وهذا هو اللي نحن متخوف منه، فنحن بنفضل ردة فعل من قبل الفيدرالي أسرع ولكن مش ضروري تكون أكثر تجديدا كرمال يقدر، لأن جيرم باول بعده للآن بيتوقع أنه ممكن الكيرف ترجع تنعكس بالنسبة لوتيرة التضخم في هذه السنة، وكنا شفنا نعم البي بي اي في الصين تراجعت شوي صغيرة، وهون رح نشوف انه السي بي اي رح تلحق البي بي اي بالمراحل او بالاسابيع القادمة، لذلك نعم في عندنا احتمال بضعف وتيرة ارتفاع معدلات التضخم، وهون ممكن الفيدرالي ما ياخذ اجراء اكثر تجديدا، فممكن ال 50 بيسس بوينت اللي عم بيسعرها السوق تكون شوي اكثر من اللازم بالمراحل القادمة. الاسترليني ايضا كان مرتفع امام اليورو وسجل على مستويات في حوالي 23 شهر تقريبا، اشرت الى ارقام التضخم الصادره من بريطانيا،
هل هذه إشارة أيضا إلى تجديد أسرع من قبل البنك المركزي الإنجليزي للسياسة النقدية؟ وكيف تتوقع أن يتحرك الباوند للأسابيع القادمة؟ بالفعل كنا ذكرنا على أنه الباوند بالبداية لأنه بنك إنجلترا كان الأول بأخذ إجراء رفع معدلات الفائدة، فلذلك كنا عم نتوقع يعني هذا ينعكس بشكل إيجابي على العملة البريطانية أو الجنيه البريطاني، والآن كمان مع رفع معدلات التضخم لوصول إلى هذه المستوى، فطبعا نتوقع بعد رفع أكثر الفائدة في المراحل أو طبعا الأيام القادمة، لذلك نعم هذه التجديد بالسياسة النقدية الأكثر ممكن تدعم الباوند بعد أكثر. وبعدني بشوف أنه الباوند طبعا مع الريستريكشنز اللي عم بتخف هلا في بريطانيا كمان من قبل بوريس جونسون، هذا الموضوع كله رح يدعم الجنيه البريطاني بالتالق خلال سنه 2022. وبعدني مصر على كلامي على انه الباوند ممكن يكون العمله التي تتالق اكثر من غيرها خلال هذا العام. نعم. ولو حتى كنا شهدنا رفع بالعوائد على السندات الامريكيه وبعد قوه للدولار الامريكي، مش هنشهد ضغوطات كثير قويه سلبيه للسله من العملات الرئيسيه، مش هنشوف تراجع جدا ضخم. دعني اسالك عن الذهب ايضا. يعني اليوم البعض يريد تفسير بأنه كيف باستطاعة الذهب الصمود عند هذه المستويات ولا يرتفع كثيرا ولا حتى يتراجع كثيرا خلال الأيام القليلة الماضية، ولكنه يصمد فوق 1800 دولار، على الرغم من حديثك اليوم عن عوائد السندات التي اقتربت من 1.9% في الولايات المتحدة، قوة الدولار والذهب يصمد كيف؟ يعني أولا بدنا نتكلم على سعر أونصة الذهب، في عنا شغلتين فينا نتكلم عليهم. أول شيء الضبابية اللي موجودة بالأسواق المالية، المستثمر ما عنده مكان واضح للاستثمار، يعني سوق الأسهم طبعا هلأ مع خفض الفوائد في الصين ممكن يصير في عندي روتيشن شوي من سوق الأسهم، عندي خروج للمستثمرين من كتير قطاعات، فلذلك عم بحاول أنه يلتجي لسعر أونصة الذهب في ظل هذه الضبابية. هيدا أولا. وثانيا ما بدنا ننسى كمان الريل ييلز أو العوائد الحقيقية، يعني عم نشوفها بالنيجاتيف بالسلبي، وطبعا هذه بيئه جدا ايجابيه لسعر اونصه الذهب، ولو حتى اليو اس 10 ييرز او العوائد عم ترتفع، ولكن اذا بناخذ معضله التضخم والادجستمنت مع الانفليشن، الريل ييلز راح تاثر بشكل ايجابي جدا على سعر اونصه الذهب بالمراحل القادمه. يعني بعد نعم نشوف ارتفاع لسعر اونصه الذهب، نرجع نذكر 1860 هو اقرب نقطه مقاوم ممكن نشهدها لسعر الذهب، وكنا شفنا ايضا المحرك الاساسي او الكاتاليست كان امس اللي هو نيويورك امباير مانيفاكتشرنج او بيانات التصنيع، اللي هي كانت محرك اساسي لدعم سعر اونصه الذهب، وخصوصا الفضه كنا شفناها عم تتالق اكثر من غيرها بما انه هي صناعيه الفضه، فلذلك نعم يعني هذه المحركات الاساسيه للمعادن وممكن تكفي بالمراحل او بالجلسات القادمه. جوزيف ضهري استراتيجي الأسواق في تكمل، شكرا جزيلا لك.